يا جماعه الله اكبر عليه. زي ما انتم شايفين كده عندي لوت الحاجه، بص تبارك الله اللوت 170 يا جماعه. السمكه 2 كيلو 2 كيلو ونص، الحجم اللي انت عايزه. وعندي بياض ابو دماغ دوت اللي بيتعمل، بص احلى من التعبين، حاجه احلى من التعبين. اعمل جزل واعمل صواني يا باشا، اكل ما فيش احلى من كده. بياض ب 150. عندي جمبري كبيره يا جماعه تبارك الله ب 400. ما عادش في جمبري بالاسعار دي خالص والله غير عندي بس. وعندي الجمبري اللي فوق الوسط دوت تبارك الله 330. وعندي السبيط يا جماعه، سبيط بلدي متنضف بره وجوه ب 450. الله ينور يا سيدي يا جماعه. عندي بقى تجهيزات زي ما انتم عارفين، ماشي. شوي 25، قلي زيت وليمون سنجاري 35، عندي رز بالجمبري ب 40، وعندي رز بالفيليه 50، عندي وجبات وجبه البولتي المشوي 75، وجبه البولتي المقلي 80، ماشي، معاها رز وسلطه وطحينه، وجبه الماكريل 90، وعندي ماكريل سنجاري 180، وعندي بقى رز ساده 20، عندي طحينه، عندي سلطه خضراء، كل حاجه عندنا وكل حاجه موجوده. ويجعل صباحكم زي العسل ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين يا احسن ناس في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.